حكايات الزمالك في شهر رمضان مسلسل متعدد الحلقات من انتصارات مدوية في مباراة حاسمة محلية وقارية وأفراح عمت أرجاء قلعة ميت عقبة. وعانق الزمالك لقب كأس مصر للموسم الثاني على التوالي في 2014 في إحدى سهرات رمضان الكروية على حساب سموحة، وجاء هدف الحسم بواسطة الظهير الطائر حازم إمام في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليصبح أحمد حسام ميدو واحد من أصغر المدربين المتوجين بالألقاب في تاريخ الكرة المصرية. وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل وعمر جابر وياسر إبراهيم وصلاح سليمان وحمادة طلبة ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمود شيكابالا وأحمد توفيق ومحمد إبراهيم وأحمد علي. ومن دكة البدلاء شارك الثلاثي مصطفى فتحي ويوسف أوباما ومؤمن زكريا. عاش الزمالك البطل المتوج بالألقاب محليا وقاريا، وعاشت جماهيره الوفية التي دوما تدعم وتساند في كل مكان وزمان.